السلام عليكم. اليوم راح اسوي لكم جبل في الغرفة. اول شيء غرفتنا من برا بتمنى تعجبكم. بس سلام عليكم، ما سويت لكم كده فيديو، بس حبيت اسوي لكم هذا الفيديو. يعني انتوا اللي كتير زمان جبل. يلا اول شيء هنا هذا يعني تليفون اختي، هذا الفرشة مالتها، هذا هو الصاروخ اختي، هذا صابون ماما شكل كيوت، هذا وهذا شنطة ماما، هذا منبهنا كلنا، وهذا بغرفة مثله. هو حطينا بغرفة ماما، يعني احنا ما عندنا دوام، بس ما عندكم شي من هون من هون من هون. هذا دفن القرآن، وماما وبابا يعني في رمضان يعرف في الأزهر. هون هون هذه من بابا وماما، شوفوها على شكل كيوت. وهذا خزانة ماما، هذا خزانة بابا، هذا خزانة ماما، هذا يعني هذا تلفازهم، هذا غرفتهم. يعني مثل ما قلت لكم هلا خلصنا غرفة ماما وبابا، نطلع لغاية غرفة المعيشة. قد ما إيه هذا أخي هاي هذا تبعني بس ما أدري يعني سينما، هذا سينما، هذا صورة سينما، هذا شكل سينما، هاي اختنا هنا، هذه سينما تبعونا، هذا المجمد تبعونا، هذا الفن. يلا يلا هذا الثلاجة، شوفوا هذا الثلاجة مع الكسكول. هذا يعني أنا